الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الرجل المؤمن لا يليق به أن يكون آيسا من رحمة الله، أن تفقد الثقة في الله. اعلم أن الله يبتليك ويختبرك ويمتحنك، فينظر إلى إيمانك، فإن كنت صاحب إيمان قوي تؤمن بالله وباليوم الآخر وتعلم أن الله على كل شيء قدير، الذي أنزل بك هذا البلاء قادر على أن يرفعه عنك وأن يشرح صدرك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم، تأكد أن الله يبتليك بشيء، بشيء، لم يقل ببلاء عظيم وكذا، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإن صبرت، الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اعلم أخي الحبيب أنك في هذه الدنيا قد تبتلى، قد تسجن، قد يضيع مالك وتفلس تجارتك، وقد يموت أحب الناس إليك، وقد تطرد من العمل، وقد تستضعف في الأرض وتظلم، وأنت صابر محتسب وتعلم أن هذا البلاء الذي نزل بك هو من الله، وإن هذا الخالق البارئ الرحمن الرحيم قادر على أن يرفع عنك هذا الحزن فيجعلك مطمئنا منشرح الصدر، لكن أن تكون مؤمنا به مستيقنا، لا تخف إلا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. البلاء قد يكون جوعا، قد يكون خوفا، فقرا، سجنا، ظلم وقع بك، تجارة أفلست، موت حبيب، شيء من البلاء يزيد ويزيد ويزيد حسب الإيمان الذي عندك. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله ونفسه وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. لا يزال البلاء بك وأنت صابر محتسب حتى تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ليس عليك خطيئة، قد غفر الله ذنوبك جميعا
بسبب ماذا؟ بسبب صبرك، لأن البلاء كثر عليك وأنت صابر محتسب. الحياة أي الإخوة ابتلاء وتمحيص واختبار. الله عز وجل في سورة الملك يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم، ليمتحنكم، ليختبركم، ليمحصكم، لينظر هل ستصبرون. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لينظر من أحسننا وأفضلنا وخيرنا عملا صبرا على البلاء ينجح في هذه الدنيا. حديث رواه كذلك الإمام الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ من الذين يبتلون في هذه الدنيا أكثر من غيرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. من الذي يبتلى أكثر؟ الأنبياء، هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المؤمن بقدر دينه، على حسب دينه، بقدر إيمانه. فإن كان في دينه صلابة، إن كان إيمانه قويا زيد في بلائه، وإن كان في دينه خفة خفف عليه. إن كنت مؤمنا قويا جلدا فإن البلاء يزيد والذنوب تغفر، يطهرك الله عز وجل. وإن كان في دينك خفة خفف عليك، إن كان في دينك خفة خفيف الإيمان ضعيف يخفف الله عليك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا كثر عليك البلاء لعلك تكفر والعياذ بالله. من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا رأيت نفسك قد نزل بك البلاء وأنت صابر محتسب فاعلم أن هذا من حب الله لك، ولكن لا تزكي نفسك، اصبر واحتسب ولا تتجر ولا تسخط، لا تقل أما اختارني ربي، أما اختار الله عز وجل إلا أنا في هذه الدنيا، نزل بي البلاء والبلاء. أنا كلمت أي الإخوة امرأة توفي خمسة أشخاص من أسرة من عائلتها، فقلت لها اصبري واحتسبي، قالت: هذا كثير، هذا دليل على سخطها على قضاء الله وقدره. ومن أركان الإيمان إخوة الإسلام، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. اعلم أن الله عز وجل يبتليك بالخير وبالشر، اصبر واحتسب، واعلم أن هذه الدنيا دار ممر واختبار وامتحان وابتلاء، وإنك لا محالة، لا شك لا ريب أنك واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيأمر بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإن أحزنتك ذنوبك، في بعض الأحيان الإخوة يفقد الإنسان الأمل والثقة في الله، يقول: أما أنا فعندما كنت في المغرب أو كنت في كذا، كنت في بلدي في تونس في الجزائر في كذا في السنغال، كنت أقترف المعاصي، كنت أفعل وأفعل وأفعل، شربت الخمور، النساء، المخدرات، فعلت كل الأفاعيل، لا يغفر الله لي. أقول لك: لا، لا تقل هذا أبدا، اعلم أن الله غفور رحيم. فإن تبت فإن الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اسمع أخي الحبيب إلى هذا الكلام، هذه الآيات الإخوة من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موجهة إلى جميع المسلمين الذين ينظرون إلى ماضيهم وإلى جاهليتهم بأنها ستهلكهم وبأنهم هلكوا. قل لا، الله عز وجل يطمئنك، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، غفور رحيم يغفر الذنوب.
فلماذا أنت حزين على ماضيك؟ أنت بدأت صفحة جديدة مع الله. نعم فعلت وفعلت وفعلت، الله غفور رحيم. الندم توبة، الندم إذا ندمت على ماضيك فهذا توبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا هنا تفيد العموم، الكبائر والصغائر قال العلماء إلا حقوق الناس. أي الإخوة، إذا كنت أخذت أموال الناس، ظلمت الناس، فاعتذر لهم، أعد الحقوق إلى أهلها إلى أصحابها. أما ما صنعته بينك وبين الله فإن الله غفور رحيم بشرط أن تتوب. وحقوق الناس تردها إلى أصحابها، عجزت اعتذر، خفت من فتنة أكبر فبطريقة ذكية فطنة تعتذر للناس. رجل يا إخوة كما روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنقول لكم أيها الإخوة قبل أن أسرد عليكم الحديث، هل أتاكم حديث هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ أنا أخاطب الذين اقترفوا الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها وقد حزنوا على ذلك ولكنهم فقدوا الأمل وقالوا لن يغفر الله لنا. نقول لك اسمع، رجل، والحديث في الصحيحين ورواه أهل السنن كذلك، حديث أبي سعيد أن رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على واحد من الرهبان، هؤلاء العباد النساك كان قليل علم، فجاء إليه. وهذه الإخوة ظاهرة في بعض الأحيان، قد ترى رجلا قد أعفى لحيته فتأتي إليه تسأله عن أمور دينه وهو جاهل ولا يرضى أن يقول لك أنا لا أدري. وهذا الرجل كذلك سأل واحدا من العباد النساك لكنه أجابه وأخطأ في الجواب. فإذا كنت لا تعلم فقل لا أدري، والله أعلم، اسألوا أعلم من هو أعلم مني. فسأل هذا الراهب قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة. فأكمل به 100، قتله كذلك. ما دام الله لا يتوب علي أقتلك أنت، أغلقت أبواب الرحمة في وجهي. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة؟ لا يمنعك، الله غفور رحيم، تب إلى الله. لكن نصحه قال أخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء، هذه الأرض التي قتلت فيها 100 نفس أرض سوء، أخرج منها. كذلك أيها الأخوة نصيحة، إذا وجدت نفسك في مدينة من المدن كثر شرها، فيها الدعارة، الفسق، الفجور، بيع المخدرات، قتل الأنفس، أصبحت لا تأمن على نفسك ومنعت من ممارسة شعائرك الدينية، أصبحت لا تستطيع أن تصلي ولا أن تعفي لحيتك ولا أن تخرج زوجتك بالنقاب كما فعل كثير من الحكام في كثير من البلاد الأوروبية، منعوا الحجاب والنقاب والعياذ بالله، فأخرج منها. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا الرجل سمع النصيحة من هذا العالم قال له أخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء، أرض الشر، فخرج. لكن الله عز وجل توفاه وهو في طريقه إلى أرض التوبة. اسمع ماذا صنع الله به، جاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختصما فيه، فجاءهم ملك في صفة رجل يحكم بينهم، قال قيسوا إلى الأرض التي هو متوجه إليها والأرض التي خرج منها، فإن كان قريبا من أرض التوبة فدعوه فإن الله قد غفر له. والله عز وجل الإخوة أراد به خيرا فغفر له، فكان أقرب إلى أرض التوبة فغفر الله له وأدخله الجنة. فما بالنا نحن الذين ننظر فقط إلى أني في شبابي كنت أفعل كذا وأفعل كذا وأنا الآن حزين وأقول أنا لا أصلي لا أذهب إلى المسجد،
لأن ماضي يشهد علي، فعلت وفعلت وفعلت، لن يغفر الله لي، وأنا الأفضل أن أقضي باقي حياتي في الفجور والفسوق والعصيان، لأن كيف أنا لا يغفر الله لي؟ قل لا، الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله العظيم الكريم أن يغفر لي ولكم، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. اسمع أيها الأخ الحبيب، اسمع إلى كلام الأنبياء والرسل وهم يدخلون السرور على الناس، وهم يعلمون الناس الثقة بالله. يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما أرسل أبناءه إلى بلاد الكنانة، إلى بلاد مصر، قال: ولا تيأسوا من روح الله، لا تفقدوا الأمل في الله، ولا تيأسوا من روح الله، اسمع، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله، إذا فقدت الأمل في الله وقلت لن يغفر الله لي، وأنا فقير سأبقى هكذا فقيرا، مريض سأبقى مريضا، لن يعافيني ربي، لن يغنيني ربي، لن ينصرني ربي، لن أخرج من السجن، لن كذا لن كذا، اعلم أن الله على كل شيء قدير، اعلم أن الله يقول للشيء كن فيكون. كنت مريضا، قل ربي إني مريض اشفني، إني مستضعف في الأرض، إني مغلوب فانتصر، يا رب سجنت بغير حق، ظلمني أهلي، أخذوا أملاكي، أخذوا أموالي، يا رب انصرني فقد ظلمت، واعلم أن الله على كل شيء قدير. تسأل الله وأنت موقن بالإجابة، والله ليأتينك نصر الله من حيث لا تدري. فقير، اسأل الرزاق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل يرزقك ويغنيك وينصرك ويحفظك، يفعل بك ما يشاء، هذا خالق السماوات والأرض، لماذا تفقد الأمل؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم كان عدد المسلمين في غزوة بدر؟ 300 نيف، وكان الكفار أكثر من 1000، وانتصر المسلمون. كم من رجل تركته أنت قبل أن تأتي إلى إيطاليا مثلا، تركته فقيرا ولم ينجح في دراسته، فلما رجعت إلى بلدك وجدته غنيا متزوجا، يملك العقارات، يصلي، تظهر عليه معالم الإيمان، خلوق، من الذي فعل به هذا؟ الله. فالمسألة أيها الإخوة تعلق بالله، لا تفقد الأمل. في بعض الأحيان قد تطرد من عملك، كما مر في كوفيد-19 الإخوة، كم من الشركات أغلقت، وكم من الناس طردوا من أعمالهم، وافتقر الناس، أصاب ما العالم عانى من أزمة اقتصادية خانقة، وما زال وهم الآن في حروب. فنحن دائما تتعلق قلوبنا بالله، نقول ماذا تصنع روسيا بأوكرانيا وكذا، سيدمرون العالم، وعندهم قنابل نووية، وعندهم صواريخ وطائرات وصواريخ عبر القارات. نقول نحن معنا ربنا. أبو بكر الصديق أيها الإخوة، الحديث في صحيح البخاري، أبو بكر الصديق لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، عندما أراد كفار قريش أن يقتلوه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بينما هم في طريقهم علموا أنهم مطاردان، علم أنهم مطاردان،
فاختبأ في جبل طور في الغار. جاء الكفار ووقفوا عند الغار والغار صغير، فنظروا فلم يجدوا شيئا ورجعوا. أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه، يعني أسفل قدميه، لرآنا. قال لي: هؤلاء الكفار لو شاف واحد تحت رجليه ليشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، أنا وأنت، الله ثالثهما. أنت كذلك، إذا كنت مستضعفا في الأرض، فقيرا، ظلمت، اعتدى عليك عمرو زيد من الناس، فقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا فلان، أنت تخاطب نفسك، والله معك، أنت مؤمن تؤمن بالله، ولي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس أي الإخوة، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمع واعلم، خذوا هذا أي الإخوة قاعدة في حياتكم، اجعلوا عقيدتكم عقيدة أهل الإيمان، لا تخافون إلا الله، ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. قال: واعلم أن الأمة جميعا بإنسها وجنها، هذه المخلوقات، لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اسمع، إذا كنت شاكا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، لا تخف، لا تدع الشيطان يخيفك، يقول: العدو دولة عظمى، فلان قوي، جنرال، كولونيل، ماريشال، ابنه في البرلمان، ابنه وزير، سيسجنونك، سيفعلون بك أفاعيل. قل: وأين الله؟ أنا معي ربي. بعض الناس الإخوة عندما يقع له واقع، يحصل له حاصل، يقول لوكيل الدولة أو القاضي، يقول له: إذا أنت وكيل، أنا عندي أخويا في وزير، عندي كذا، عندي كذا، فلا ينصره الله، لأنه تشبت بعبد من عباد الله. ولكن عندما تقول: أنا معي ربي سينصرني، إن لم ينصرني اليوم سينصرني غدا، أنا مع الله، هذه ثقة المؤمنين. لم يكونوا يخافون، كانوا في المدينة عديدا قليلا من الناس، تحيط بهم أمبراطورية فارس، أمبراطورية الروم، كفار قريش، المنافقون، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، العالم كله ضدهم، حتى القبائل التي كانت قبيلة الغساسنة في تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم معه عديد قليل من الناس ولا يخاف أحدا. اسمع أيها الحبيب، موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يخرج مع بني إسرائيل من مصر، أن يبعدهم من فرعون وقومه، لما كان في طريقه سمح له فرعون أن يذهب مع بني إسرائيل، لكن أعوان فرعون قالوا له: هؤلاء تركتهم يذهبون، من يخدمنا وماذا يصنعون، سيكونون دولة ويهجمون علينا. فجهز لهم جيشا عرمرما واتبعهم. قال تعالى: فلما تراء الجمعان، لما رأى بنو إسرائيل فرعون وقومه قادمين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، جاءنا العدو يا موسى. هذا فرعون بخيله ورجله بسلاحه بعتاده سيقتلوننا. انظر إلى إيمان النبي موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله الذي أمره أن يخرج كيف سيخيب ظنه؟ قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين.
داعي الله عز وجل، هكذا تقول أنت كذلك. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، عصا، فضرب بها البحر فانفلق، فأصبح كل فرق كالطود العظيم، كل جهة من البحر أصبحت مثل الجبل. ودخل موسى وقومه مع نسائهم وأطفالهم يمشون، فلما دخل فرعون وقومه أغرقهم الله. هكذا هي الثقة بالله عز وجل. وأختم لكم أيها الأحبة، يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في بطن الحوت، ولم ينسى أن الخالق على كل شيء قدير. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر، هذه دروس أيها الإخوة. إياك أن تخرج من هذا المسجد وما زلت تخاف من العدو، تخاف من المستقبل، تخاف من الجن، من الشياطين، تخاف من جيرانك، تخاف من الاستخبارات، تخاف، لا، اعلم أن الله عز وجل الذي خلقك قادر على أن يحفظك وينصرك وأن يبلغك مأمنك. إذا كانت عندك هذه العقيدة ستعيش سعيدا في حياتك، لن تحزن أبدا. لكن هذا الحزن والخوف ينتاب قلوب الضعفاء. رجل ضعيف الإيمان يخاف من أي شيء، يجي عنده باترون تاع الشركة قل له غدا ما تجيش، عقدك انتهى، ابحث عن عمل. فيأتي إلى زوجته يبكي، طردوني من العمل. ولو طردوك من العمل، رزقك على الله، اعلم أن الله عز وجل هو الرزاق الذي أعطى لذلك رب العمل، أعطاه تلك الشركة يعطيك أحسن منه. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما يرضيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واقض ديننا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم احفظ نساءنا واحفظ أولادنا وبناتنا. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق الذي يرضيك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينصر هذا الدين. اللهم اجعلنا من خدام هذا الدين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أنعم علينا بالصحة والعافية إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندنا الإخوة بين قبيل العشاء دائما الساعة السابعة عندنا دروس فقهية، نتناول بعض الدروس الفقهية مثل كتاب الطهارة، وسنتناول كتاب الصلاة وكتاب الزكاة هذه الأيام ونحن موجودون هنا إن شاء الله تعالى. فاليوم إن شاء الله قبيل صلاة العشاء عندنا درس، وغدا كذلك. السلام عليكم ورحمة الله.